عبد البارك تسناتي. السلام عليكم، كي داير؟ صافا بخير. انت كصحفي سياسي خصيم في الميدان ديال السياسه في الصحافه، هذه كواليس، هذا برنامج ساخر سياسي ساخر. نعم. وهادف محطه ميديان. ميديان. يعني ممكن اتكلم معك دارجه تفهمني؟ شنو رايك في المشهد السياسي الان في المغرب؟ سؤال بسيط مفهوم. والله انا لا يعني انا بعيد وفي لندن ولا اعرف يعني بالضبط دقائق هذا المشهد، فلذلك لا استطيع ان اصدر فتوى في شيء لا اعرفه. كي جاك اتاي؟ كي جاك اتاي؟ اتاي والله يعني الاتاي، انا احب المغرب وحقيقه يعني لدي معزه خاصه تجاه المغرب، وطبعا الاتاي هو احد رموز الثقافه و المطبخ او يعني المزاج المغربي العام، فلذلك يعني لابد ان انحاز الى هذا المزاج. عندنا وزير مغربي عاشق لاتاي، تاهو فيما كيكون اتاي كتلقاه، سميتو الداودي، عزيز علينا. شكرا لك على هذه الكلمه باش ما نطولوش. شكرا.